استنى ايه ده؟ شوف لي السيريال نمبر اللي عندك في الورقه. شوف لي هتلاقي 6903. اه 6903 بجد. اه دي حمراء يا فندم. دي مزوره. مزوره ازاي دي؟ دي مزوره. ايوه مزوره ازاي؟ اهي حمراء اهي. بص تعالى بص. مزوره ازاي؟ حمراء اهي حمراء اهي حمراء. دي جت منين؟ ما لسه انا جايب حاجات من حلوة الصيدليه. حلوه قوي. جايبها منين؟ من الصيدليه. حلوه قوي. من اي صيدليه؟ من هنا في جنب. لا قول بسرعه عشان انا هتصل بالبوليس بجد. عشان السيريال نفس السيريال اهو. صدرها لي لو سمحت. بطاقتك. معكش بطاقه؟ ازاي الكلام ده؟ اي وصل نور. ماشي نروح نجيبه ونيجي. لا نروح نجيبه. اقفل الباب. صادق. احنا جات لنا نشره من الاسم. العشرة والعشرين والمية لو طلعوا بايظين خلاص. ال 20 جنيه مش طلعت حمراء؟ اسالك سؤال وترد عليا بكل صراحه عشان احنا مش نصابين. عايز ايه يا ابني؟ الايس كريم هيسيح. الايس كريم هيسيح. لو سمحت بس يضرب له الايس كريم وبعد كده مشيه. يلا هات انا نرجعها للصيدليه يا عم محمد. وخد جايبها منين؟ حاسب لي من دي. حاسب من ده وقت ده يا عم. لا دي اتصدرت خلاص. ال 20 جنيه دي هيبلغ عنها ازاي؟ انا حطها على الجهاز ديت. حطها لي على الجهاز بشكل تطلع مزوره برضك. جرايه يا محمد اهي حمرا. انت معاك فلوس تانية؟ ايوه معايا تاني. فين ده؟ وريني نكشف عليها. جل جرب جرب بس جرب يا ربنا يستر. بس جرب جرب. لا تكون انت ماشي اساسا يعني ايه كلها مزوره برضه راس حمرا. لا لا انتوا عصابه. انتوا عصابه. عصابه ازاي؟ لا انتوا عصابه ولازم ابلغ عنكم البوليس. التسلي بطريق فاهم يا باشا. فاهم يا ابني. لا 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 انا هبلغ عنكم. طيب اتكلم بادب. انا حالف القلافتي. ماشي ايه؟ ال 10 جنيه دي وال 20 جنيه دي وال 50 جنيه يجوا لك منين؟ يجوا منين؟ جابوا من الصيدليه. حلوه قوي. كنت فين لما خدتها؟ كنت فين؟ كنت ما اجيب حاجه من الصيدليه. عسل قوي. حاجه من الصيدليه. عسل. الساعه كام كل ده؟ ما فيش بتاع 10 دقائق ولا نص ساعه دلوقتي. 10 دقايق. ساعتك كام؟ ساعتك كام؟ 11 ونص. من الساعه 6 ل 6 ونص كنت فين؟ كنت فين؟ بص هديك فرصه ثانيه. طلع الفلوس اللي معاك. لو معياش فلوس تاني. طب خلاص اللي معهوش ما يلزموش يا سيد. ما يلزمنيش ازاي وانا اعتذر؟ هات عم. انتوا عصابه. هات عم هشام. انت هتعترف ولا لا؟ احتراف ايه؟ احتراف ايه؟ اقول لك انا جايب الفلوس دي من الصيدليه تقول لي انا فلوس من الصيدليه.